لو حضرتك فاكر ان نتيجة الثانوية العامة هي اللي هتحدد مصيرك وتبقى سبب فشلك او نجاحك في الحياة، اسمع معايا الفيديو ده. هتتفاجئ بفنانين جابوا في الثانوية العامة 3% والنهاردة اجرهم عدى 30 مليون جنيه. تعال اقولك مين الفنانين دول وازاي لسه في امل. بص يا سيدي، في الوقت اللي فيه طلاب بتعيط على نتيجتها وطلاب تانية فرحانة وبتغني، كان معظم الفنانين اللي هكلمكم عنهم دلوقتي فاشلين فشل ذريع. ده كمان أهليهم كانوا زعلانين علشان مستقبلهم اللي ضاع، لكن هم كانوش يعرفوا ان اولادهم هيبقوا نجوم المستقبل زي امير كرارة واللي سقط 8 سنين، ولا احمد حلمي اللي جاب 3% وغيرهم كتير. على سبيل المثال الفنان امير كرارة كان ملك السقطين في الثانوية العامة، قعد يسقط فيها 8 سنين ورا بعض لحد ما نجح في السنة التاسعة، وفي الاخر خالص بقى نجمة الدنيا دلوقتي ولا محتاج ثانوية عامة ولا غيرها. الغريبة ان بعد الرسوب ده كله جاب مجموع في الاخر 52% بفضل درجات التفوق الرياضي، واصبح بعد كده نجم مصر والعالم العربي. قدم لنا مجموعة من اروع الافلام والمسلسلات زي حرب كرموز وكازابلانكا، وكمان كان نجم مسلسل الاختيار في دور الضابط احمد المنسي. ومش امير كرارة لوحده كمان، ده الفنان احمد حلمي واللي كان اعلن في تصريحات تلفزيونية قبل كده أنه سقط في الثانوية العامة مرتين ونجح في التالتة بأعجوبة، وكمان قال أنه جاب في المرة الأولى مجموع 3% وعاد وجاب في السنة بعدها 24%، أما بقى التالتة والأخيرة فحصل على مجموع 50%، ومع ذلك أصبح نجم النجوم في مصر. تالت حد معانا هو الفنان الراحل طلعت زكريا، وده بقى كان فشل في أنه يجيب مجموع كبير في الثانوية العامة فجاب 52% وفي السنة اللي بعدها عمل تحسين مجموع، لكن المفاجأة انه جاب 50% فقدم في معهد الفنون المسرحية. ندخل بقى على الهضبة عمرو دياب، وده بقى جاب 60%، دخل بعدها معهد الموسيقى العربية وبقى اكبر فنان في الشرق الاوسط، واصبح كمان ملياردير من الفن ورجل اعمال وعنده ماركة بارفان وملابس باسمه. كمان الفنان ماجد المصري واللي جاب برضو 54% ودخل كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، بعدها دخل مجال الفن وبقى مشهور. كمان الفنان الكوميدي محمد هنيدي واللي جاب في الثانوية العامة 57.5%، ومع ذلك هو من أهم نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي. وبخصوص بقى النجمات اللي فشلوا في الثانوية العامة فحدث ولا حرج، هنلاقي هند صبري اللي جابت 61% كان السبب في إنها فشلت في دراستها الثانوية هو إصرار والدها على إنها تدخل علم رياضة، لكن هند قدرت تنجح في التمثيل وتبقى سيدة أعمال وعندها بدل الشركة 2 و3 وبتلعب بالفلوس لعب.